اتدرب عندنا سلطان، كلب جيرمان شيبرد جنة من المنصورة، كلب جيرمان شيبرد عمره 9 شهور، اتدرب مبادئ طاعة مع كابتن محمود فادي، هو معانا هنا برضو في الستاف المدربين اللي معانا في المركز. وبعد كده ارتاح شوية وجنة تاني 2 شهر لإعادة تقويم سلوك سلطان وتدريب الأوبيديانس بطاعة متقدمة مع كابتن أحمد برازيلي. ليفت ليفت سيت اوكي ليفت داون سيت داون ليفت Lay down. Stay. Here, boy. Oh, good boy. Here. Sit. Lay down. شهرين طبعا اتدرب سلطان حمام سباحة، اتدرب على نظام غذائي ماشي عليه لانه كان كلب مدلل بيتربى في البيت زي اي ناس بتقتني كلب، بتدلعه بتعامله بحب، بس الدلع المفرط او التدليل زيادة عن اللزوم للكلب بيؤدي النتيجة عكسية
للكلب، فلازم ياخد، احنا بنربي كلب ياخد اوامر، احنا مش هنعذبه، بس بنديله اوامر، بنديله ان هو يسمع الكلام، ياكل في مواعيد معينة، يخلص الاكل في معاد معين، يخلص الاكل بتاعه ليه معاد معين، ما خلصوش يبقى ليه برضو. دي من تعليم النظام الغذائي للكلب، مهمة جدا جدا الحتة دي مع الرعاية البيطرية للكلب وهو أثناء وجوده عندنا في المركز، ان هو بياخد جري، بياخد تدريب طاعة مع كابتن احمد برازيلي، ازاي يسمع الكلام، ازاي يتحرك من مكانه، ازاي يمشي، ازاي بالامر يقعد ما يتحركش، وعربية معدية من غير اوفليش يسيبه يمشي، يقعد ما يتحركش لما صاحبه يأمره او يرجع له تاني. دي حاجات مهمة جدا حصلت عندنا، بجانب ان هو اخد تدريبات في حمام السباحة، كل ده عشان العضلات بتاعته وتقويمه وتنميته في خلال ونموه في خلال السنة لغاية ما يتم السنة بتاعته. وطبعا تريد ميل، أخذ تريد ميل، والحمد لله سلطان وغيره وغيره، أهلا وسهلا، وتشرفونا بكل من أي استفسار لينا في المركز.